كوكو صديقاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تلقاكم هاد لا فيديو هادي بألف خير. مرحبا بكم عندي في القناة ومرحبا بي عندكم اللي اول مرة غادي تشوف القناة ديالي وعجبها المحتوى ديال القناة، فكنقول ليها مرحبا بك والف مرحبا تنضمي للعائلة ديالنا. وما تنسايش انك ديري اشتراك وتضغطي على زر الجرس باش يوصلك كل جديد، وان شاء الله نكون ديما في حسن الظن ديالكم. مهم هنا كيف ما كتشوفوا صديقاتي، هنايا ماشي انا اللي كنصور، عبده هو اللي كيصور في مرجان. كانت خاصني شي حاجه هكا ومشى يجيبها ليا، وقبل كنت قلت له انا يمشي هي غير نمشي ونتسارف اسواق سلام ولا مرجان ولا هذا. ساعه مني صور ليا صراحه تصدمت، لي ماكازان كلهم سادين، قال لي مرجان خاوي، قال لي كلشي ساد عليه بابو. الحمد لله على كل حال، كنطلبوا الله السلامه ويرفع علينا هذا الوباء هذا، وكيف ما كنقول لكم ديما نرجعوا لحياتنا الطبيعيه. صافي هادشي اللي كاين البنات. صراحه كلشي ساد هو براسو. تيمشي يتقدى مره ولكن كيكونوا لي ماغازان حالين، قال لي ولكن هاد المره هادي قال لي كلشي، قال لي خايف على راسو وكلشي ساد. فخليكم معايا ونبداو في لا فيديو. اخيرا خرجت، واخيرا خرجت، عرفتي هاد الخرجه ديال السطح؟ والله الا ولات عندها قيمه. ما كنتش كاع غنبغي نطلع السطح نهائيا، دابا وليت باغا عا وقتاش نطلع، عرفتي الدنيا فروجيه. المهم قلت لكم في الفيديو اللي فات كنشر في الدار، فعلا كنشر في الدار وداك الشيء، قلت لهم مبغاوش ينشفوا لي الحوايج. درت الحصياطات ديالي، درت داك المعقم اللي يديا، ودرت هذا القب. ايوا صافي، واحد الكمال على الله سبحانه وتعالى، حيت الحوايج ما غاديش ينشفوا ليا، والاغلبيه ديالكم البنات في التعالى قلتوا لي جولي غير نشري كاملين، كنشرو حوايجنا في السطح، ما كاين ما احسن من الشميشه. وفعلا شي واخا كينشفوا الحوايج في هكا في الظل، كتبقى فيهم واحد الريحه ديال البروده، ماشي بحال الشمس. الشمس كتقتل الميكروبات، كتكرمهم مزيان، ماشي بحال. خصوصا انا ما عنديش لا كوغ، ما عنديش البالكون، كون كان عندي كنت استغليت الفرصه. شوف واحد المنظر كيدير البنات، منظر زوين. هنايا في رمضان، هنا في رمضان تيجيب لي عبدو الكرافاس، فجال، قزر معدنوس، اللبن زوين، الحليب زوين، بحال شي بحال العروبية. الثانية قطاش النعناع، تبارك الله الخير موجود، خاصنا غير عرفولي. هذاك الشريش فين تيغسلو ياك عبدو؟ هذا تراو، هذا تراو الشريش، هذا الشريش. ايوا صافي. المهم بدلت الجو انا و زماني. عبدو حنا راه صايمين، عرفتي فاشلين دابا 3 و4 بالحساب، باقا ما صليتش الظهر، هبط نصلي الظهر الله يقبل، والى الجهاد كوزينه. يلا هو نرجعوا عاوتاني لتمارا نفيقوا من القلبه. دابا في الكوزينه البنات، دابا غادي نوجد لاباط ديال البيتزا باش نخليها ترتاح شي شويه. المقادير ديالها ساهلين، انا غادي نخليكم مع المقادير والطريقه ديال التحضير. هنايا البنات درت، يعني غادي ندير كميه اللي هي قليله، درت 2 كيسان ديال الفورس، ديال الفورس الرطب يعني خاص بالحلويات، ودرت هنا كاس ديال الفينو. غادي نزيد عليهم دابا معلقه ديال سنيده، معلقه ديال سنيده وشويه ديال الملحه، الملحه على حسب الذوق، الاحسن ما تملحوهاش بزاف حيت ديجا الحشوه كتكون مالحه محامضه شي شويه. ملحه وتقريبا نص معلقه ديال الخميره، شويه صافي. واهم حاجه
اهم حاجه اللي كتعجبني انايا في البيتزا هي هذا الزعتر. عرفتي الزعتر ديال البنات ولا غالي والله الا تاهو كبر ليه الشان. كندير غير 40 درهم للكيلو دابا ولا داير 100 درهم للكيلو. دابا الزعتر كتحيدو منه دوك العويدات حيت يكونوا فيه العويدات بزاف. تحيدو منه دوك العويدات او بطلق فيها ديالو وتسخنوه فوق القيره. صافي وزيت البلديه ضروري منها. صافي نخلي واحد شويه للحشوه كيحمقني انا الزعتر وصحي كما كتعرفوا الزعتر البنات راه صحي. انا كندخلو في المقله بزاف. صافي ودير زيت البلديه تقريبا شي 3 معالق ديال زيت البلديه. صافي وغادي نجمع بالماء دافي. وحتى هاد الزعتر هذا كيعطيها واحد المذاق اللي هو زوين بزاف. غير جربوا هاد العجينه هادي وساهله ما كاين لا تخمر لا تتصعب عليكم القضيه لا والو. المهم راه دوك 3 الكيسان تبارك الله راه خرجت لي تقريبا هنايا شي 4 8 16 وحده ولكن راه درتهم انتما كما كتشوفوا درتهم شويه كبيرين ما درتهمش صغيورين. صافي دابا غنخليهم يبردوا عاد نصيب الحشوه ديالهم. هنا بغيت نصيب معكم الكريب تاع الكريب هذا البنات كيجي زوين بزاف بزاف كيجي هشيش بعدا عندو كيحمق عليه لا ولا الدراري. بغيت نديرو بالشوكولا والبنان. المهم بالنسبه للمقادير عندي الصدر ديال الحليب وعندي كاس عندي 125 غرام ديال الفورس طحين الفورس وعندي جوج بيضات وعندي الفاني ومعلقه ديال السنيده وشويه ديال الملح. كلشي غادي نديروه في الخلاط. عرفتي ساهل ساهل هذا. نزيدو عليه جوج بيضات نديرو هادي باري. عرفتي
عرفتي الوقت دغيا دغيا كيدوز دغيا. ممكن عاوتاني لي لي يدو بوحدها دغيا كي دغيا كيدوز الوقت و كيلقى راسو بحالا مداير والو. هنايا معلقة ديال السنيدة شويه ديال الملحه. الا بغيتو ديرو قشور ديال الحامض ولا ديال الليمون ماشي مشكل. انا ولكن صافي نسيت بالفاني صافي. ها نتوما حتى الدقيق غادي ديروه في هذا في الخلاط يعني كلشي. صافي هذاك شي شويه عاد باش يجيني ساهل في التخلاط. صافي راه خلطو رجع لكم الناس. هاد الكريب هذا ملي طحنتو الطحنه الاولى غادي نزيد معلقه كبيره ديال الزبده. ضروري الزبده. اللي ما عندهاش زبده تقدر دير جوج معالق ديال الزيت، ولكن البنات الزبده كتعطي واحد الطراوه وكتعطي واحد لوكو اللي هو زوين. انا غادي نعاود نرجعها نعاود نطحنها وصافي. وغادي نديرها هنايا في هاد البول هذا وغادي نغطيها ونديرها في الثلاجه واحد نص ساعه حيت ما بقاش ليا الوقت. شوفي يا البنات راني باقا واحده في الثمانه مرار. المهم الكريب هاو ديالي شكي تيجي تيجي زوين وخفيف. هانتوما هنا كندير شي شويه ديال الزبده. عرفتي علاش البنات؟ حيت اصلا هاد المقله هادي مش كنطيب فيها كلشي الصراحة. نمشي ان شاء الله شي مقلة ديال سميتو ديال الخياق والغرير وكلشي. لاصوص ديال البيتزا ها هي صايبتها. ها نتوما درت جوج معالق ديال مطيشة ديال الحك والزعتر وشوية البزار والملحة والحمارة والزيت البلديه. هنايا عاوتاني بغيت ندير طورطيه. درت بطاطا خيزو جلبانه وهنايا البنات درت البصله وهذا سميتو كاع هاو ديال الفراجي. هذا شو شنو سميتو هذا؟ البسباس. صافي درتهم هنايا. دابا غادي الطورطية غادي ندير فيها غير غندير فيها البيض والملح والبزار وشوية ديال الهريسة شحال بيني وبين الهريسة والله قاصر. وبالنسبة لهادو ديال البيتزا غادي نعمرهم بالطون طون وزيتون وفلفلة. عرفتي شنو؟ عرفتي أنا وعبدو معاونين على الفطور. المهم نكمل هادو ونقدر نشارك معكم الطورطيه الا بقى الوقت. البنات بغيت نوريكم الكريب. ها نتوما شوفوا كي كيجي. عرفتي كيجي غزال غزال وخفيف وحتى المذاق ديالو كيجي زوين. المهم كما قلت لكم انا غادي ندير ليه الشوكلاط والبنان. صراحة كنبغي ندير انا غير بالشوكلاط واللوز. تا عبدو تيبغي غير الشوكلاط واللوز ولكن تا بالبنان زوين. صافي البيتزا درتها في الفران ايوا صافي. اسعد ان جاك الموت ديال الجوع. جاك الجوع؟ ايه صافي. حنا درنا غير القياس ديالنا وبنانه. ها هو بنانه. ها انتما كيما كتشوفو درت غير القياس. ما واخا باقي شايط ليا هذا شايط ليا الشوكلاط انا ناكلو غير قياسنا. صافي بدا تيبان ليا الشوكلاط. صافي يلا تنتلاقاو في الطبلة البنات. سمعوا البنات الاذان ديال المغرب. يلا بغيت نمشي نفطر وانا نقول الله تنصور لكم هذا المنظر هذا.
عرفتي الدنيا خاويه، عرفتي مول الحانوت اللي حدايا في رمضان وما كيسدش مع الاذان في الفطور ما كيسدش. شو الدنيا كي خاويه، شوفوا 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 هي خاويه. ونطلبوا الله السلامه البنات، نطلبوا الله السلامه، كثروا الدعاء البنات، ربي يرفع عينا هذا الوباء هذا ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه ان شاء الله. وكما قلت لكم هذا راه درس عطاهنا الله سبحانه وتعالى. يلا اللي صايمين تقبل الله صيامكم. نوريكم شحال ديال الماء غسلت، عرفتي بقيت كنغسل 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 صافي تهديت والله الا يا البنات الا تهديت. المهم غسلت دوك الميعنات كاملين ديال اللي كنت خدمت فيهم وديال الفطور وداك الشيء، ضربتها بواحد السيقه للكوزينه هانتوما كيف ما كتشوفوا، حيدوا الطابيه تا هما صبنتهم صافي تما كون بخره. عرفتي عجعجتها بهذا باللوبان هنايا الشيبس والزريعه هنايا داك بوشيار تقول يا ويلي فطرتي، ولكن دابا عندي شحال الساعه دابا راه وحده ونص يعني خاصنا سميتو هاد بوشيار هذا هو صافي شويه الزريعه وشويه ديال الشيبس. وهنا بغيت نوريكم الفران، ها هي بلايصتو ديجا فين كان الاولاني يعني. ايوا صافي هادشي اللي كاين صافي، جمعت الدنيا كلها كلشي كلشي جمعته باش تصبح لي الدنيا نقيه. تي صبحت ناعسه ولا شي حاجه ما تصبحش لي الدنيا موسخه. ايوا صافي هادشي اللي كاين. شو الصابونه تما فين حاطه ما كنحيدهاش، مقرباه على ود اسعد وامجد، هاي دورو يدورو نقول لهم غسلوا يديكم. هنايا كيف ما كتشوفوا البنات هذا واحد السيرو ديال الاطفال الرضع ويعني الاطفال الصغار. كما كتعرفوا البنات ان الوليدات الصغار كتكون عندهم المناعه قليله، وهاد السيرو هذا يعني تقوي المناعه. مهم يعني تقدروا تاخذوه لوليداتكم بلا ما تستشروا لا طبيب لا حتى شي حاجه، كما قلت لكم بلا ما تستشروا لا طبيب لا حتى شي حاجه، حتى ديال الله شي تاويل ديال الخير تقدروا تعطيوهم لهم غير معلقه في النهار ديروها في نص كاس ديال الماء وعطيوها لهم، وان شاء الله يا ربي يدير تاويل الخير ويرفع لنا هذا الوباء هذا. صافي هنا البنات غادي نسهر هاد الفيديو هادي، وكنقول لكم شكرا للدعم ديالكم ليا ولهنا يخطيكم. و جوجي عليها الردعه دابا كتزلزل عليا خاصها الردعه. يلا حتى نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله ومع السلامه.